ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة مع الفقرة المميزة اللي بنستناها كتير من مشاهدينا، فقرة الصحة والرشاقة. فقرتنا النهاردة هتكون عن ازاي نحقق المعادلة الصعبة اللي بتواجهنا كلنا، ازاي نتمتع بجسم رشيق وصحي من غير جوع او حرمان. منوراني النهاردة في الاستوديو ضيفتي دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما، وهتحلل لنا المعادلة دي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا، ازي حضرتك؟ حبيبي ده نورك. عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة هي معادلة صعبة، وخصوصا احنا عايزين ناكل حاجات حلوة وبراحتنا، لكن برضو عايزين نتكلم النهاردة عشان خاطر أصدقائنا اللي بيتابعونا. كلمونا عن يعني مرضى السكر، وعن ان احنا نحاول ازاي نخليهم يبقوا مش متضايقين وبياكلوا اللي هم عاوزينه، وياكلوه ازاي، وبرضو ان هم يحافظوا على وزنهم، لانه في كتير منهم برضو بيتضايقوا من موضوع السمنه ده. اكيد طبعا. فاحنا النهارده عايزين، معلش يا دكتور مي، عشان انا لسه اصدقائي مكلميني في الفقره اللي فاتت لو سمحتي. لا انا يا حاضر. فانا محتاجه ان انا يعني ايه اخلي بالي منهم، وحتى تقول لنا نصايح نبدا بيها حلقتنا قبل ما نتكلم عن اي حاجه. تمام. اول حاجه مرضى السكر طبعا احنا بنكون حريصين جدا في التعامل معاهم، عشان مثلا نظبط لهم النظام الغذائي بحيث ندي لهم اكل يديهم الفيتامينز والحاجات اللي هم محتاجينها، وفي نفس الوقت ما نضطرش ان احنا نعلي نسبه السكر في الدم. تمام. فاول حاجه ان احنا نمشي على اللايف ستايل الصح ان احنا نعالج مرض السكر. اكيد طبعا احنا هنعالج يعني بنتابع مع الدكتور خيص. ولو مثلا بياخدوا ادويه للسكر لازم دي برضو احنا نبقى حاجه عارفينها ويتواصلوا مع دكتور خبير في التغذيه مختص. ما ينفعش ادخل على النت مثلا واطلع اي دايت سهل عادي واقول مثلا الدايت ده مناسب لمرضى السكر واطبقه من غير ما اروح لدكتور مختص طبعا. لان دي طبعا اكبر غلطه، لان في حاجات كلها ما بتبقاش معلومات مثلا اكيرت، او احنا مش عارفين مصدرها ولا اساسيه بالزبط. ممكن ما تناسبنيش، ومش كل الحالات زي بعض. اكيد طبعا. اختلاف الاوزان، اختلاف مثلا ممكن حد يبقى عنده مرض السكر بس حد تاني مثلا عنده مرض سكر وضغط، يعني كذا حاجه مع بعض. فاحنا دي حاجه لازم بنراعيها، وبنراعي ايه الادويه اللي هو بياخدها قبل ما نعمل نظام غذائي مع بعض. كويس. فاول حاجه ان احنا نتوجه للمكان الصح لدكتور موثوق ان احنا نتابع معاهم طبعا، وبعد كده بنبدا ناخد بقى الهيستوري بتاعتهم، الميديكال هيستوري، هل هو بياخد ادويه معينه. بياخد مثلا في بعض امراض السكر بيوصل ان هم ياخدوا انسولين، دي حاجه معلومه مهمه جدا لازم دكتور التغذيه يبقى عارفها عشان هو مريض سكر من النوع الاول او مريض بالزبط. سكر من نوع تاني. دي حاجه لازم انا اكون عارفاها عشان نبدا نظبط النظام الغذائي مع الكورس اللي ينفع لحالات مرضى السكر. هنبدا نتدخل معاهم مثلا بالكورسات، عشان احنا اهم حاجه ان احنا نحافظ على صحتنا طبعا، وكمان يبقى شكلنا حلو. عشان نحقق المعادله دي زي ما حضرتك قلتي معادله صعبه، هي معانا ان شاء الله مش صعبه خالص. لازم ان احنا الاول نعرف كل حاله بتعاني من ايه بالظبط. مجرد ما احنا عرفنا ايه المشكله نبدا بقى نسال الحاله دي، هل انت مشكله السمنه اللي عندك مثلا هل هي شراهه للحلويات، هل هي عدم القدره على التحكم في كميات الاكل. كميات دي مهمه برضه. اكيد طبعا. مثلا الاكلات بتبقى امتى، ايه نوع الوجبات، في لازم اعرف برضو المشكله اللي ادت للسمنه عشان اعرف احلها بكل سهوله. كويس. احنا دلوقتي خلاص عرفنا الميديكال هيستوري والمشكله، هنبدا بقى نرشح الكورس مع طبعا ان احنا بنمشي بنظام غذائي. ايه الكورس المناسب لاصحاب مرض السكر؟ ان احنا اول حاجه هناخد الياف الاناسيليم. الياف الاناسيليم دي عباره عن قشور بذور السيليم، كل وظيفتها ان هي بتنزل طبعا، دي الياف طبيعيه نفس الالياف اللي احنا بناخدها من الخضار ومن الفاكهه. بس ايه اللي بيميز بقى الاناسيليم؟ ان دي فيها طبعا نسبه الالياف عاليه جدا، مثلا اكتر من 15 ل 20 ضعف اللي موجود، اضعاف كمان اللي موجوده في الخضار الطبيعي. بتنزل في المعده، بشربها على نص كوبايه ميه، بعديها لازم كوبايتين ميه، لان الالياف بتحب الميه جدا. كل ما هشرب ميه كل ما هتتمدد اكتر وتديني الامتلاء بالظبط، وتديني الشبع لمده اطول كمان. كويس. وكمان بتقعد لفتره قد ايه يا دكتور؟ من 6 مثلا ل 10 ساعات. كويس. ان انا حاسه بالشبع. ما بتقدرش قوي، اقصى حاجه تقعد ايه 6 ساعات مثلا؟ لا يعني الست ساعات دي اقل حاجه، يعني احنا بنقول يعني نقعد اكتر كمان. اكيد. ما شاء الله. وفي ناس اصلا ممكن تكمل اليوم يعني مثلا خدته قبل الفطار او قبل وجبه الغداء، ممكن يعني لغايه بالليل هي خلاص حاسه ان فعلا الاناسيليم سد الشهيه جدا. كمان الاناسيليم ايه ميزته، ليه انا هرشحه لاصحاب مرض السكر؟ لان هو فيه كمان فيتامين سي، وفي ماده البرومالين، الماده دي طبعا بتقلل نسبه السكر في الدم، بتحرق الدهون الثلاثيه اللي هي دي اخطر انواع الدهون اللي موجوده عندي في الجسم ولازم ان انا اتخلص منها بسرعه. صح. فاحنا كده حافظنا على ان احنا ما عليناش السكر، مستوى السكر في الدم، بالعكس احنا بنحاول نخلي السكر في الدم للنورمال رينج بتاعه.
عشان طبعا لو هو مثلا خد اي اكل مثلا من بره مره واحده ده بيبقى تعب عليهم جدا. اكيد طبعا. فهي الانسولين بيحافظ طول الوقت على مستوى السكر في الدم كويس. وكمان بيحرق من الدهون وبيقلل من نسبه الدهون اللي موجوده في الاكله نفسها. يعني مثلا انا كلت رز، كلت اي حاجه نشويات، فطبعا عايزه اقلل الخطوره ان هي تخزن دهون بسرعه في جسمي. احنا النهارده عاملين قرع، طب ناكل قرع ده امتى؟ حاجه بقرع بايه بقى؟ احنا عملنا كيك بالقرع، حلو هو ده بس عملناه بسكر الدايت. جميل طبعا ده كده حلو. وعملنا بقى طاجن خضار، حطينا فيه صدور مخليه وقرع وفاصوليا خضراء وفاصوليا بيضاء وشويه حاجات خفيفه. طب ده حلو جدا. القرع اصلا من فيه فيتامينز كتير جدا وفيه الياف عاليه جدا، سعراته قليله، بس هل نسبه السكر فيه بيعلي السكر؟ في نسبه سكر عاليه شويه. فاحنا ممكن ناخد بقى قبله الانسيليم عشان نحافظ على مستوى السكر في الدم. ونبدا ساعتها هناكل الاكله بتاعتنا، مش هيبقى فيها اي مشكله، مش هتعللنا السكر، احنا حافظنا عليها. وكمان قللنا من الكميه. يعني ايوه الكميات، ما انا لسه كنت بقول لك الكميات دي مهمه جدا. الكميه هي دي بتودينا في حته تانية. صح. يعني صح. بتعمل مشاكل كبيره. فاحنا كده عرفنا نتحكم بنسبه كبيره لمريض السكر في نسبه السكر بتاعه، حافظنا على صحته، كمان قللنا الشراهه اللي عنده، قللنا كمان الجوع. مشكله الجوع بيبقى على طول هم عايزين ياكلوا حاجه مسكره. أيوة. ودي طبعا مشكله كبيره بتبقى لاصحاب مرض السكر، فاحنا قللنا الشراهه دي بنسبه كبيره جدا. طيب قولي لنا بقى الناس اللي عندهم مشكله من نوع اخر بس مهمه برضو. اصدقائنا مثلا يبقى عندهم الحرق ضعيف شويه، تمام، في مشاكل يعملوا ايه بقى في الموضوع ده؟ زي مثلا عندنا خمول الغده الدرقيه، في ناس كتير وحالات كتير جدا جت تتابع معانا عندها خمول في الغده الدرقيه. خمول الغده الدرقيه دي بتبقى ايه المشكله؟ بتخلي الحرق ضعيف جدا، تقريبا هرمونات الحرق اللي هي التي 3 والتي 4 تقريبا الجسم مش بيقدر يفرزها، هم دول الهرمونات الاساسيه المسؤوله عن حرق الدهون في الجسم. فاي حد عنده خلل او مشكله في الغده دي بيبقى تقريبا الحرق عنده متوقف. ساعتها هنتدخل نعمل ايه؟ هندي مثلا حاجه زي السلاك. السلاك دي فيها الكرانتين. الكرانتين ده مادة حارقة للدهون، بتشتغل على الدهون الداخلية اللي موجودة في الجسم، وكمان بتزود نسبة الحرق جدا، كأنها بتصحصح كده وتنشط هرمونات الحرق اللي هي حصل فيها خمول. كأننا بندي الدفع للجسم كده انه يرجع يستعيد نشاطه عشان يرجع تاني يفرز هرمونات الحرق عشان يبدأ يحرق الدهون الداخلية عنده. وكمان الكرانتين دوت مادة موجودة اصلا في جسم الجسم بيصنعها، هي المسؤولة عن حرق الدهون. فإحنا بندي جرعة، يعني زي بننشط الجسم وبندي له جرعة زيادة أكتر، عشان اللي بيبقى عندهم ثبات في الوزن أو مشكلة في الحرق ده بياخد وقت كبير قوي لحد ما الجسم يستعيد نشاطه تاني ويبدأ يحرق تاني. فإحنا لازم ساعتها بنتدخل بحاجة مساعدة عشان نرجع تاني نشاط الجسم، ان هو يقدر يحرق الدهون، يقدر ما يخزنش دهون. يعني أي أكلة أنا أكلها ما خليش جسمي يخزن الدهون دي، اللي يتخلص من القديم. طب في مشكله تانية برضه، الناس اللي بيحصل لهم ثبات وزن، يعني مثلا بيخسوا كويس جدا في الاول وفجاه يقفوا عند مرحله كده ويعني ولا يزيدوا ولا ينزلوا، بيبقى ده ليه السبب؟ هي في ناس كتير بتبقى فاكره ان دي مشكله عندهم، بالعكس ده كده ان هم جسمهم كان الحرق عندهم كويس، بس الجسم حصل له حاجه اسمها ادابتيشن، اتاقلم على طريقه الاكل دي بالظبط. فاحنا ساعتها هنعمل ايه؟ هنغير النظام اللي احنا ماشيين عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا عاملين نظام تعجيز سعرات مثلا بنقلل سعراتنا، هنعمل مثلا نظام غذائي تاني، سؤال صيام متقطع، توقيتات مختلفة، اكيد هنغير المواعيد الوقت. لازم يعني اخلي جسمي تحصل له زي صدمه كده، ايوه غيرت المواعيد اللي هو كان متعود. ايه ده انا مش متعود على ده؟ فهمت جدا. احنا بنفطر الساعه 9 نفطر 7، ايوه بالظبط صح. يعني نغير في اكيد. عشان كده بقول لحضرتك لازم نتابع مع دكتور تغذيه متخصص، لان هو اللي هيبقى فاهم الميكانيزم بتاع جسمي، ما له بيحرق امتى، اللي حصل ثبات في الوزن حصل من ايه. طب احنا ماشيين مثلا على اللي هي السعرات العاديه، لا هنغير النظام، هنبقى مثلا صيام متقطع، لا هنغير هنزود وجبات، هنقلل وجبات كويس. وطبعا كمان بنتدخل مع الكورس طبعا الانسيليوم دي حاجه برده بتحرك ثبات الوزن. الناس اللي حصل لها الثبات ده لازم هنزود الكرانتين زي ما قلت حضرتك، اللي هي الماده المسؤوله عن حرق الدهون. هنزود برضو ميكانيزم الجسم بتاع ان عندي يحرق دهون اكتر، ما يخزنش دهون. هنقلل الشراهه للحالات، ان في ناس بتبقى حاسه ان هي خلاص انا كده عملت الدايت وحصل ثبات، ارجع تاني اكل بقى الحلويات او ارجع تاني ازيد بقى اكتر من الاول بالظبط، ودي مشكله. فاحنا ساعتها بندي كبسولات، الكبسولات ديت بتقلل الشراهه بالنسبه يعني ناحيه الحلويات والنشويات. قبل ما نتكلم في دي يا دكتور مايا عشان عايزه يعني اقف عندها حاجه بسيطه، اسمح لنا ناخد بس معانا زينب. اهلا وسهلا استاذه زينب، اتفضلي.
أنا سامعاكي. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب نستكمل يا دكتور معي. اتفضلي. وقفنا عند الكبسولات اللي بتتاخد عشان نزود نقلل شراهة الأكل تجاه الحلويات. بالظبط. فالكبسولات دي فيها كلها عبارة عن يعني احنا الكورسات بتاعتنا كلها حاجات طبيعية، اعشاب طبيعية. طيب. عشان احنا الهدف بتاعنا ان احنا مش عايزين نوصل لفئة معينة، مثلا للناس اللي هي ما عندهاش امراض بس، او لا، احنا عايزين نوصل للاطفال، للكبار، لاصحاب الامراض المزمنة، للسيدات، حتى في فترة الرضاعة احنا عايزين ان احنا نقضي على السمنة عشان الناس تبقى صحتها طبعا احسن. طبعاً. وكمان تخس، يبقوا فرحانين بشكل جسمهم. وكمان احنا لما بعد ما بنثبت بقى الوزن، خلاص وصلنا للهدف بتاعنا، خسينا، بنثبت على الشكل وبنعمل زي ري شيبنج. الكبسولات دي برضو بتعمل ان هي بترسم شكل الجسم. الدهون المتراكمه في اماكن ساعات بتبقى مضايقه بعض البنات، مثلا البطن، الارداف، الدراع مثلا، الكبسولات دي يعني بتقضي او بتفتت الدهون اللي موجوده في المناطق ديت، اللي هي ممكن ساعات صعب ان هي تنزل شويه لو احنا عملنا نظام غذائي او لازم ننزل جيم. فالكبسولات ديت بتبقى حلوه جدا، ان هي بتحرق الدهون، بتقلل الشراهه. فانا كده تقريبا قضيت على كل اي مشكله ممكن مريض سمنه بيعاني منها. طيب ناخد زينب. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. رحتي فين؟ حضرتك. اتفضلي يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، والله تمام الحمد لله. انا حابه احكي لكم عن تجربتي مع الاسيلين. قولي لنا يا زينب. اتفضلي حبيبتي. حضرتك انا كنت 102. تمام. بقيت سايقي ما شاء الله. ده فترة قد ايه؟ انا ده كله في شهر. والله ما شاء الله. سنك كام؟ عندك كام الدكتور سنة؟ بتسألك العمر قد ايه حبيبي؟ انا عندي 26 سنة. ما شاء الله. تمام. صغيرة صغنونة. كملي حبيبتي، احنا معاكي. اتفضلي. حضرتك انا كنت بعاني، ما كنتش لا بقدر اقوم ولا اقعد ولا بقدر اعمل اي حاجة. لبست كتير عندي، ما كنتش بعرف البس. اوكي. فانا مشيت مع الدكتورة هالة، تابعت معايا خطوة بخطوة لحد ما وصلت اللي انا فيه. طب ايه الكورس اللي انت كنت بتاخديه؟ اخدتي ايه بالظبط؟ انا اخدت نقط، واخدت الالياف، واخدت الكبسولات، واخدت المورينجا. ده الكورس المكثف. ولسه ماشيه بقى متابعه مع الدكتور صح؟ باذن الله. تمام، كويس، شاطره، بس كملي وان شاء الله توصلي للوزن بتاعك وهتتبسطي بالنتيجه جدا. طب ممكن اعرف كانت مشكلتك في ايه؟ في ان الشراهه في الاكل ولا في الحلو ولا كان في ايه؟ ممكن اعرف يا زينب؟ كله يا حبيبتي. فهمت، يعني فكره ان انت على طول مفتوح. يا حبيبتي تمام. طب قولي لي بعد اول ما بداتي تاخديه كده، قولي لي كده احساسك كان ايه؟ يعني انت شعورك الداخلي بعد ما بداتي تاخدي الانسولين حسيتي بايه؟ هي النتيجة يعني هي بعد أسبوع لقيتها ماشية معايا تمام، يعني على طول مش فعال. لفترة قد إيه بقى يا زينب؟ قعدتي كام ساعة كده من اليوم حسيتي إن أنتِ مش قادرة تاكلي؟ ممكن من الظهر كده، ممكن قبل الغدا كمان، ممكن ما أكونش اتغدى وممكن ما اتعشتاش. طب كويس. والله حبيبتي. طب كويس جدا. أنتِ هتكملي، أنتِ لسه عايزة توصلي لوزن أقل من كده صح؟ بإذن الله. إن شاء الله على خير طبعا. أنا بشكرك. ليكي أي سؤال لدكتور ماي؟ لا حبيبتي. تسلمي، أنا بشكرك جدا لمداخلتك، ويعني إن أنتِ شاركتينا في تجربتك حبيبتي، شكرا ليكي جزيلا يا زينة. نستكمل إيه موضوع المورينجا؟ لا أنتِ لازم تكلمينا على موضوع المورينجا، أنتوا مع الكورس بتقدموا حاجات تدعم غير الأناسيليم. صح؟ طب كلمينا عنها يا دكتور ماي، وخلينا الأول نعرف كمان طرق التواصل معاكوا في أون تارجت فارما. بتبقى من خلال ايه عشان لو ليه الاصدقاء؟ الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات واتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فورما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برده، والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الانستجرام اون تارجت فورما. تمام، هايل جدا. دي صفحه دكتور نهال. ودي البيج بتاعتكم على الانستا، ودي برضو البيج بتاع الدكتور نهال. تمام. تمام، كويس جدا. احنا هنا اتدخلنا معاها بالكورس المكثف، لان هي عندها مشكله في الشراهه، مشكله ان هي مش قادره تتحكم في الجوع، في الحرق، فاحنا اديناها الكورس المكثف عشان نحل لها كل المشاكل اللي هي ممكن تواجهها. وكمان زي مثلا حضرتك قلتي بقى عايزه تعرفي عن المورينجا، او مثلا عندنا الجرين
كوفي. دي بتبقى عباره عن مشروبات سخنه. ايوه الجرين كوفي طبعا يعني في ناس كتير بتبقى عندها فكره عنها ان هي بتزود الحرق جدا، وكمان احنا عندنا بطعم الموكا واللاتيه عشان في ناس بتشتكي من طعم الجرين كوفي ما بتبقاش حباه قوي بالظبط، فهي بتشربه كانها بتبقى شاربه قهوه جدا يعني حلو طعمها حلو ما فيهوش اي مشكله. احنا برضو ليه بندي الجرين كوفي مع الكورس بتاعنا؟ لان هو بيزود الحرق بيزود احساس الشبع. الناس اللي بتشربه بتبقى مبسوطه ان هي حاسه ان هي ما حرمتش جسمها من القهوه، لان طبعا القهوه فيها نسبه كافيين عاليه، فاحنا مثلا في النظام الغذائي بتاعنا بنقلل عدد كوبايات القهوه على مدار اليوم، بس بنسمح ان احنا ندي الجرين كوفي عشان هي ما فيهاش اي مشكله، فيها ماده اسمها كولورجينيك اسيد، الماده دي بتظبط لي مستوى السكر في الدم. هي. يعني كويسه فكره نسبه السكر اللي اكيد في الدم ان احنا زي ما قلت حاجه احنا عايزين احنا عايزين يعني اصحاب اللي عندهم سكر او ضغط يستفيدوا ويقدروا يخسوا، لان دايما بيبقى عندهم بيبقوا مكسلين او حاسين ان انا هعمل دايت هحرم نفسي وانا عندي اصلا شراهه. فاحنا مهتمين جدا باللي عندهم الامراض المزمنه ديت ان هم يقدروا يستخدموا المنتجات بتاعتنا يعني بكل امان من غير ما تعمل لهم اي مشاكل طبعا صحيه. هي. المورينجا مثلا دي هايله جدا. دي حاجه يعني هي اصلا جايه من نبته احنا بنسميها شجره المعجزات. يعني بالنسبه لكل الفوائد اللي فيها، المورينجا حلوه جدا للبشره، بتقلل مثلا تجاعيد البشره او ترهلات الجلد، عشان كده احنا برضو بننصح فيها للكورس، عشان مثلا في حالات بتخس يعني ممكن توصل 80 كيلو بيفرق معاها قوي. طبعا المورينجا في الجلد اكيد عشان فيها مضادات اكسده، المضادات الاكسده دي بتفرد الجلد بتخليه يعني البشره بتلمع، بتقلل علامات الشيخوخه، بتحمي من سرطانات كتير جدا كويس. بتزود حرق الدهون بنسبه عاليه جدا، بالذات الاماكن الدهون المتراكمه في البطن والارداف دي بتبقى دايما في الاواخر كده، بتضايق شويه بنات مثلا اللي هم بيبقوا عايزين خلاص بقى يوصلوا للوزن المثالي ومفيش تبقى دهون زياده او متراكمه في حتة اللي احنا بنسميها الدهون العنيده. ساعتها بنرشح لهم المورينجا عشان تزود الحرق، وكمان المورينجا هايله جدا للناس اللي عندها مشاكل في القولون مثلا بيبقى بيعانوا من الامساك المزمن، المورينجا طبعا تعتبر من المولينات الهايله جدا. برضو اصحاب مرضى السكر هايل جدا ان هم يستخدموه، بتظبط نسبه السكر جدا هايله جدا. هي كمشروب حلو مشروب بنشربه كمان احنا كم مره في اليوم برضو بالنسبه للمشروبات من مرتين لثلاثه، يعني الجرين كوفي او المورينجا سيف جدا ان احنا نشربه من مرتين لثلاثه. طبعا هنحط مثلا سكر سيسل عشان ما نزودش السعرات، ما دخلش سعرات زياده لجسمي ونستفيد مع طبعا النظام الغذائي. يبقى انا كده عرفت احقق المعادله اللي حضرتك قلتي عليها صعبه. احنا حلينا كل تقريبا المشاكل لاصحاب مرضى السمنه اللي بيواجهوها، او مثلا لو عندهم سكر، امراض مزمنه، شراهه، مش قادره امسك نفسي كنترول، ما عنديش حرق، حصل ثبات للوزن، تقريبا دي ما فيش مشاكل تانية ممكن مريض السمنه يواجهها. فاحنا عرفنا نحل كل المشاكل مع ان احنا بنتابع طبعا معاهم طول فتره الكورس متابعه مجانيه، فبالتالي احنا خلاص بنمشي مع بعض الكورس مع النظام الغذائي. طبعا بنراعي في النظام الغذائي في وجبات اكلات بنقللها بنزودها، فيتامينات، فاكهه على حسب، يعني مرضى السكر مثلا في فاكهه معينه انا لازم همنحها، في فاكهه انا لازم هزودها. طب ايه من الحاجات الشتويه يا دكتور مي؟ نمنع ولا نقلل؟ نمنع لا مثلا اكيد البلح هو اجمل حاجه بنعملها في الحياه. وفي ناس للاسف لغايه دلوقتي بتاكل المانجا. فطبعا مرضى السكر دي احنا مش هنقول لا، ممكن ناخد شريحه من المانجا حاجه كده يعني نفسها. عشان ما نخليش الناس دايما لما بنحرم يعني بيأثر على نفسيتهم وممكن ما يقدروش يكملوا. في بقى الاكلات الفاكهه الحلوه جدا لمرضى السكر، التوتيات، مجموعه انواع الفراوله ده هايل جدا. البطاطا برضو دلوقتي هايله جدا. اكلوها مشويه صح؟ لا مش مشويه. طب قول لنا بقى طريقه. هي المفروض تبقى هو حاجه بقى اللي هتقول لنا وصفه حلوه طبعا للبطاطا، بس المفروض صحيا عشان ما ترفعش نسبه السكر في الدم ناكلها مسلوقه. الله. فممكن بقى حضرتك قول لنا بقى نعملها ايه بعد ما نسلقها؟ ماشي حلو. انا قلت لهم طريقه السلق بتاعت القرع هي زيها البطاطا بالملي، يعني على البخار او بشويه ميه صغيرين وبنهدي النار تبقى على البخار بدون اضافه اي حاجه خالص. بالظبط خلاص. دي برده جميله. بس احنا النهارده دخلناها في الكيك. يعني انا هرستها وحطيتها جوه الكيك.
الكيك طبعا حضرتك قلتي بسكر دايت، فده كده حلو جدا. وممكن نحط كمان دي بقى شوفان، يعني ممكن ندعم بحاجات تانية جميلة برضه خليها صحية اكتر. لكن انا برضو ايه قلت ندعم بجزء، يعني يبقى كل شوية حاجة في تنوع عشان أكيد. الناس ما تتضايقش ما تزهقش. فالبطاطا حلوة جدا، بس هي مشوية، فكرتها احنا بنقول مشوية لا ليه؟ لان البطاطا فيها نشا وفيها نسبة كمان سكر، هي بتتكرمل جوه بس احنا بنطلعها من الفرن بنلاقي زي عسل، فاحنا لو كلناها كده هترفع مستوى السكر جدا. فعشان ناكلها ونتبسط وما نعليش السكر في الدم، او كمان ما نديش الجسم فرصه ان هو يخزن دهون، نسلقها او زي ما حضرتك قلتي مثلا على البخار، او اللي هو يعني ندخلها في وصفات تانية هتبقى هايله جدا. البرتقال برضو حلو جدا، البرتقال جميل كيتاكل اكل اكيد طبعا، عشان احسن من احنا من لو شربناه عصير بنكسر الالياف، فانا كاني بشرب سكر بس. صح. فاي فاكهه في الصوره اللي ربنا خلقها احسن بكتير من انا اخدها طبعا. اخبارها ايه؟ حلوه طبعا، هايله اكيد طبعا. الكيوي طبعا، الاناناس طبعا ممتاز. الاناناس مش فيه نسبه سكر عاليه؟ ما احنا برده ممكن شريحه مثلا ندخلها برده، ممكن مثلا في الكيك لو حاجه هنعمل كيك صحيه ممكن. نزين بيها كده حاجه من فوق بسيطه. خلاص احنا المره الجايه عايزين نعمل معاكي كلام عن السيدات الحوامل والمرضعات علشان دي مهمه برده اكيد طبعا. فاسمحوا لي طبعا دكتور مي قولي لنا الاول طرق التواصل قبل ما لان الوقت بيعدي معاكي بسرعه جدا حبيبتي. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات او واتساب يقدروا يتواصلوا معانا، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، ودكتور نهال حافظ برضو على الفيسبوك، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام، ودي دي الانستجرام انستا والاوفيشال بيج برضو بتاع دكتور نهال حافظ على الانستجرام. هايل جدا. طيب دي كده الطرق التواصل، وسواء عن طريق الواتساب او عن طريق الاتصال، وطبعا فريق طبي متكامل بيتابع مع حضراتكم. دي يعني الحقيقه ميزه بتمتاز بيها شركه اون تارجت فارما. اتمنى ان لو ليكم اي اسئله ابعتوا لي طبعا على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، انا هبعت اللينك الخاص بيهم او بدكتور نيال، ان شاء الله تلاقوا الردود على كل اسئله حضراتكم. اسمحوا لي اشكر دكتور مي عبد اللطيف اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، نورتيني وشرفتيني من فريق طبي شركه اون تارجت فارما، تنورين دايما يا رب في فقرات اخرى. وطبعا اشكر حضراتكم متابعيني الكرام في كل مكان، كل متابعي ومشاهدينا الكرام لقناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.